ايضا نروح نشوف جدول ترتيب مسابقه 2003، وايضا كمان النادي الاهلي بيتصدر هذه المسابقه. نشوف مع بعض دلوقتي جدول الترتيب. النادي الاهلي في الصداره برصيد 6 نقاط من ماتشين، المقاولين ايضا بيتقاسم الصداره مع النادي الاهلي 6 نقاط، انبي 6 نقاط، سموحه 6 نقاط، في المركز الخامس الزمالك رصيد 4 نقاط، بيراميدز مركز سادس 4 نقاط، الجونه السابع 4 نقاط، الاتحاد الثامن 3 نقاط، الاسماعيلي التاسع، العاشر طلائع الجيش، مقصه المركز ال11، بنك الاهلي في المركز ال12 برصيد نقطه، سيراميكا في المركز ال13، المصري ال14، ال15 الشهاد دخان، 16 كوكاكولا، 17 فاركو، وفي المركز الاخير بدون اي نقاط غزل المحله. نروح ايضا من مسابقه 2003 لمسابقه 2005 ونشوف نتائج مباريات 2005. النادي الاهلي في الاسبوع الثاني تعادل مع غزل المحله، الاسماعيلي فوز كبير 7-0 على كوكاكولا، 5-2 المقاولين العرب على فاركو، التعادل السلبي للاتحاد وانبي، غزل المحله والاهلي التعادل السلبي، الشرقيه الدخان بيخسر من وادي دجله 2-0، التعادل الايجابي للجونه 1-1 مع سيراميكا، طلائع الجيش يفوز 4-0 على المقصه، الزمالك 3-1 على المصري، البنك الاهلي وسموحه مباراه مؤجله. ده جدول مسابقات 2005. نروح لايضا 2006، نتائج مباريات 2006. فوز الاسماعيلي 2-0 على كوكاكولا، زد 4-0 على انتاج الحربي، وفوز 8-1 للاتحاد انبي على الاتحاد، نتيجه كبيره جدا. الاهلي بيفوز 5-1 على غزل المحله، تعادل ايجابي الشرقيه الدخان مع بيراميدز، تعادل ايجابي ايضا وادي دجله مع مصر مقصه 2-2، تعادل ايجابي 1-1 الزمالك والمصري، وفوز سموحه 2-0 على البنك الاهلي.